أنا قلت إنه في حضرة اللغة تذوب الألقاب. الآن في حضرة اللغة يذوب كل شيء. الله يسلمك. بس بدي أسأل، أنا شافك ولانا، يعني لو أنتوا قرأنا وإحنا حدا فينا قرأ قصيدة مقفى، قصيدة من الشعر العمودي لأعتى شعراء الفصحى، مع مين بتتفاعل؟ أنا بصراحة مع هذا النص، لأنه أولاً اعتمد الارتجال أساس، فوصف فلسطين ومصر والعراق والأردن، وصف هذه الحواضر بكل تلقائية وعفوية، لكن في جمالية عالية، في لغة عالية، في فنيات، في رقي باللغة، في رقي في اللغة، واضح انه في رقي بالفكر. علشان هيك اسمح لي استاذ خالد وانت صاحب البيت، الله يسعدك. عندي اسال استاذ بلال، يعني انا اللي انتبهته بدها بديهة. نعم، يعني الشاعر الشعبي اللي بيحكي الزجل هو إنسان ذات بديهة، يعني فيض خاطر. إحنا مرات بنحكي كيف بجيب هذا الكلام، كيف بيرتبه، كيف بصفه، كيف إجا فجأة. أكثر سؤال بنسأله طبعاً، نسأله بعد إذن بلال، نحكي على هذا الموضوع، يعني كيف بيجي الكلام هذا نعم تفضل. لا لا، يعني بإمكانكم أي واحد فيكم يجاوب. يعني هو البديهة هذه عنصر مهم في الشاعر، بدها ذكاء، والمعرفة والعلم بالشيء أفضل من الجهل فيه. هو الشعر خيال واسع، هو فضاء يجوب بأجنحته يحلق، وآخر شيء بيختلص أو بلخص كل موضوع خيالاته وطموحاته في قصيدة أو في بيت عتابة أو في بيت معنا. نعم، هذه السلاسي المطلوبة، سرعة البديهة هي من أهم أسس الشاعر الشعبي. أنا بس أعقب معلش تأكيد على كلامك، هو فعلا أكثر سؤال سئلنا. نعم، سواء في الحفلات أو في على السوشيال ميديا، كيف بيجيب الحكي؟ إنه باختصار من وين بيجيبوا الحكي؟ أو كيف بتصفوا الحكي؟ في ناس تحكينا هو في الحقيقة هذه، يعني قبل الدراسة، قبل الثقافة، قبل كل شيء، وقبل التعليم تأتي الموهبة. إذا كانت بذرة الموهبة موجودة، الهواية بتتطور بتصير موهبة، الموهبة تصقل بتصير قدرة عالية، بعد ذلك بتصير خبرة. أنت قد ما بتأخذ في حياتك دروس وبتتعلم، وقد ما بتصير مكمل مثقف سواء أكاديميا أو دنيويا، أنت قاعد تسقل في هالخبرة اللي عندك، يسهل عليك الإلقاء بعد ذلك. أنا عم بغني مربع وقهوة، أسهل أنواع الحداء عندنا في فلسطين، بكون أغني على مجزوء بحر، وبكون في عندي أربع قوافي ملتزم فيهن، وبكون في عندي وحدة موضوعية، وبكون في عندي صورة أقل ما فيها أترك صورة شعرية في البيت، حتى لا يكون الكلام عبثي، يعني إنه مش جدال. وهون يعني بنصح دائما الناس إنه تفرق، إنه حتى في أي شعر شعبي عربي في هناك الغث والسمين، في الجيد الممتاز النخبة اسمعوهم، وابعدوا عن يعني الشعر الفلسطيني الشعبي. هو اللي أنا بقول على شاشتكم يعني وعلى برنامجكم اللي بدي استغله، هو الذي يدعو للمحبة، للفداء، للبطولة، للسلام، للحب، للتآخي. مش إحنا الفن اللي أحيانا بدخل علينا دخيل وشوه بعض العناصر بحجة إنه فن شعبي. هو حقيقة مش شعبي، ما بدي أذكر أسماء ولا أذكر عن إيش المقصود. فن الشعبي جميل، سواء أكيد كان في فلسطين أو بالأردن أو بالعراق أو مصر، أي دولة عربية. فن الشعبي عبارة عن شعر. أتركه للأخ مراد يكمله. سؤالك يا سيدتي أعمق من أن نتحدث عنه بعمق. يا سلام. بمعنى أن في الجاهلية كان للشاعر شيطان يوحي له شعره، وبالتالي من هنا أتت الكهانة والسحر، واللغة سحر أسود، والشعر سحر أسود أيضا، بمعنى أنه يهيمن. اللغة تسيطر عندما تكون في مصاف الرفعة وملكوت المجاز ومعنى المعنى بلغة شيء روحاني في الموضوع. نعم، وبالتالي حتى الشاعر سواء الشعبي أو الفصيح قديما وحديثا ينبع الشعر من منطقة، حتى الشاعر نفسه أحيانا يكون غير مدرك. صحيح. من أين تأتي هذه المنابع؟ نعم. طبعا. كما تكون يعني مساحات مغلقة يتفجر. وبالتالي ألا إن كل شاعر من البشر شيطانه أنثى وشيطاني ذكر كما قال الشاعر الجاهلي. طبعا أنا متفق معك جدا. هل نقدر هنا حنقول بأنها قريحة الشعر، الكلمة اللي بنسمعها هي ومنطقة ما ورائية توحي للشاعر شعر، وللموسيقي موسيقى. نعم، وللفنان فنه. طيب، فبالتالي الموسيقى هي من الميوزات في اليونان. صح. يعني تحوير من الميوزات، وهي الآلهة التي توحي لكل شاعر ولكل طيب فنان ولكل مبدع إبداعه. حقيقي كلام عميق ومحترم جدا، بس خلينا بما أننا في هذا المكان الجميل الأثري، واللي انتوا برضو يعني الحقيقة يعني نحييكم، انتوا محافظين زي ما محافظين على الأرض
ومرابطين محافظين كمان على انه لهذه الارض تاريخ وارث. عبقرية المكان. تسمحي لي هون اختي، انا لسه ما سالتش. لا انت سالتي قبل فتره سؤال مر مرور الكرام وانا حبيت اعقب عليه مصر. طيب. اللي هو لما حكيتي انه احنا هون بهالحوش والناس وريحه الشاي والميراميه والدفء، وكاني اشعر بك بدك تقولي انه انا متفاجئ بانه الشعب الفلسطيني ما زال حي يعني بعد كل معانا وكذا. لا انا بالذات ما بقتش متفاجئه، لكن انا يعني عندي تجاوزت هاي المرحله. اتجاوزت المرحله دي يعني جيت اكتر يعني جيت المره اللي قبلها وشفت. انا متفاجئه بانه انتم، وهرجع لسؤالي تاني استاذنك، انه احنا مش بس بنحافظ على حدود دولتنا وانه نرجع تبقى دي دولتنا دوله فلسطين، لكن واحنا بنعمل كده كمان بنحافظ على المحتوى اللي جوه لانه تتم سرقته.